يعني الأغلبية كانت حلوة، بس يعني من وجهة نظري إنه كانت في البداية كبداية تعرف بلال هسه أنت بدايتك لازم تصير عندك أخطاء، لازم هذا كلش طبيعي. أي فبالبداية صارت عندي أخطاء، وبعدين مشيت على رتم واحد والحمد لله وشكر توفقت. وشلون جتك هذه؟ شلون جت الفرصة؟ الفرصة جتي عن طريق رائد أبو فتيون. أي رشح اسمي ومشت. مشت. اي مشت الحمد لله والشكر. يعني قبلها انت كنت بالسوشيال ميديا اوكي. أي. معروف وعندك جمهورك ولك اسمك. اي هيك خطوه صعبه لو سهله؟ شوف صراحة. انا عندي طموح بصراحه. أي. انا عندي طبيعه من اوصل من اطمح لشيء واوصل له اطمح اوصل بعد غير شيء، فاهمني شلون؟ فانا كان طموحي ادخل اعلام من انا صغير. حلو. فمن نجحت من السادس طلعت معدل عالي، فأمي كانت تقول لي أريد أشوفك محامي، فأنا ما خليت هذا الشيء بنفسها وكملت قانون. فدرست بي 5 سنوات تقريبا، وصلت مرحلة ثالثة وشفت نفسي أنه أنا مو يم القانون، أنا لازم أوصل لشيء اللي أنا أطمح له واللي أنا أريده اللي هو الإعلام. يعني والحمد لله هي عرفت القانون يعني 5 سنوات لأنه عديت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. 5 سنوات دام واصل مرحلة ثالثة ما بقى لك. اي وصلت مرحلة ثالثة وامتحنت نص السنة مال المرحلة الثالثة. زين. باوعت على نفسي قلت انا مو بهذا المكان، انا المفروض اكون اعلام لانه اساسا طموحي من انا صغير. فرجعت للبيت واتفقت ويا اهلي قلت لهم انا لازم اكمل اعلام. قدم اعلام. قدمت اعلام والحمد لله صارني مرحلة رابعة، اليوم استلمت النتيجة مال المرحلة الثالثة نجحت. ما شاء الله. تقدير جيد جدا.